السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم بفيديو جديد. قبل بداية المقطع صلى على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اذكر الله صديقي لا إله إلا الله. لو أنت مرة تابعنا صديقي فانزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس فضلا وسمرا، لايك للفيديو خليه ينتشر وسط الناس كتير، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. زي ما قريت يا صاحبي في عنوان الفيديو تزويد متابعين انستجرام بطريقة مضمونة لايك، ويلا بينا ندخل في التفاصيل. اول حاجه صاحبي زي ما وعدتكم الفيديو اللي فات ان انا هختار حد من الكومنتات ان انا ازود له متابعين، فخلينا ندخل على اخر فيديو نروح في الكومنتات ونختار واحد لازر قدامي هاخده على طول. خلاص هاخد محمد سمير، هننسخ اليوزر نيم بتاعه وهنزود له متابعين النهارده. بعد ما نسخنا اليوزر نيم الخاص بالحساب اللي احنا هنزوده هروح على الموقع اللي انا سابه لك في وصف الفيديو تحت. حرفيا الموقع من اجمل المواقع اللي هتستخدمها، بس ركز معايا في الشرح عشان تفهم ازاي تزود متابعين مجانا ويعني يوصل لك متابعين على طول. تمام تمام طبعا انا مش هقدر ان انا اثبت لك ان المتابعين هيوصلوا في الفيديو ده، لان المتابعين انا هزود لهم لحد من اللي كان في الكومنتات، فيعني انت المفروض تجرب الموقع وانت مطمن. تمام، هنحط هنا اليوزر نيم بتاع الشخص ده، حط هنا اي يوزر نيم، اي رقم تليفون، اي جيميل يخطر على بالك تحطه هنا. تمام، بعد كده هتضغط اي ام نوت روبوت، بعد كده تديله وافق على تلقي رسائل على البريد الشخصي والترويج، مش عارف ايه كلام من ده. خلينا برضو نغير رقم التليفون ده ونحط جيميل. بعد ما حطيت الجيميل يا صديقي بالشكل ده هنضغط اي ام نوت روبوت تاني. بعد كده تضغط احصل على متابعين مجانيين، بتستنى لما يحمل معاك بالشكل ده. كل الحوار بقى اللي انت هتعمله اللي انت هتنتظر العداد ده لما يخلص بيوصلك المتابعين بعد العداد ده ما بيخلص. تمام، فانا هنتظر الفترة ديت وارجع لكم تاني. كده صديقي يكون المتابعين للشخص اللي انا زودته اللي وصلوا، فهنزود لينا احنا دلوقتي. هنرجع خطوة لورا، رجعنا للصفحة الرئيسية صديقي، وتيجي هنا تحط اليوزر نيم بتاعك زي ما اتفقنا، تحط هنا اي جميل يخطر على بالك وتعمل اي ام نوت روبوت، تديله علامة صح هنا وتضغط احصل على المتابعين. تنتظر لما العداد ده يعد، فانا هنتظر شوية واروح على الانستجرام برضو اشوف المتابعين وصلوا ولا لا. زي ما انت شايف يا صديقي المتابعين بدأوا يوصلوا. كل الحوار ان بنتظر حوالي 5 دقايق او 6 دقايق بالظبط يوصلك المتابعين. بس كده يا صديقي، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبك، ولو حابب تزود متابعين مجانا اختار واحد من كومنتات الفيديو الجاي. فما تنساش تحط اليوزر نيم بتاعك وبرضك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، لايك للفيديو، وسلام.